صباحكم الله بالنور مستمعينا الكرام، لازلنا متواصلين معكم ومع اسم الله الجليل. وفي هذه اللحظات أكيد اسمحوا لنا أن نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ دكتور الشيخ سمير مطر. حياكم الله الشيخ سمير معنا مرة أخرى في صباح النور. أهلا وسهلا ومرحبا بكم والسادة المستمعين، حياكم الله يا شيخ، وإن شاء الله نكمل معك هذه الرحلة مع اسم الله الجليل. فشيخ، يعني في البداية يعني نود أن تفرق لنا بين أن عندما نقول يعني عن شخص أحيانا أنه رجل جليل أو أنه شيخ جليل، والفرق بين هذا الجلال وجلال قدر الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فكعادتنا قبل أن نفرق بين الجليل، اسم الجليل سبحانه وتعالى، في أن يتصف الله تبارك وتعالى به وأن يتصف الإنسان أو بعض خلقه به، ونفرق بين هذين، لابد أن نلقي بعض الضوء على الجليل سبحانه وتعالى. وإن عرفتموه جزاكم الله خيرا. الجليل سبحانه وتعالى هو المنعوت بصفات الجلال، وصفات الجلال مثل العزة والملك والقدرة والعلم والغنى وغير ذلك من الصفات التي تكون سببا في إجلال وتقدير من نراه. وهذه هي الصفات، تطلق على الله تبارك وتعالى مطلقا، وتطلق على العبد مجازا. وعلى ذلك لابد أن نفرق بين صفات الجلال لله تبارك وتعالى، وهناك حاجة اسمها صفات الجمال. فصفات الجلال لله عز وجل هو أن يتجلى الله تبارك وتعالى بصفات العز علينا، أو بصفات الجبروت علينا، أو بصفات القدرة علينا، والملك علينا. ولكن صفات الجمال أن يتجلى الله بصفات الرحمة علينا. وهناك فرق بين أن يتجلى الله بصفات الجلال سبحانه وأن يتجلى الله بصفات الرحمة. ولذلك نسأل الله أن يتجلى علينا بجلال بصفات الرحمة الجميلة، الجمال يعني. هناك فرق بين حينما يتجلى الله بصفات الجليل، بصفة الجليل أو باسم الجليل، والجمال. مثل كما قلنا سابقا أن موسى، كما قلنا سابقا موسى عليه السلام قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني. ليه؟ لأن موسى لم يكن فيه الآلة التي تمكنه من رؤية الحق تبارك وتعالى. لم يخلق الله تبارك وتعالى فيه هذه الآلة التي تمكنه من رؤية الحق. ولذلك سيدنا رسول الله حينما صعد به جبريل شق صدره وهيأه لملاقاة ربي. الحاصل أن قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فيقول الحق، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. إذن تجلى الله بصفات الجلال، بصفات العظمة، بصفات العز، بصفات الجبروت. فلما تجلى الله بهذه الصفات وهي صفات الجلال خر موسى صعقا. ليه؟ لأن الجبل أصبح دكا، لم يستطع أن يتحمل الجبل صفات جلال الله تبارك وتعالى. هذه واحدة. الثانية صفات الجمال اللي هو بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، أننا في إن شاء الله في الآخرة
في الفراديس العلى والناس متكئون ونحن متكئين على السرر متقابلين ونحن في الجنة ننعم بنعيمها. والسادة المستمعين جميعا وأهلنا والناس في هذه البلاد الطيبة جميعا والمسلمون جميعا حينما يكونون في الجنة مشغولون بالنعيم المقيم فإذا بشيء يلفتهم لأنه يعني يقول لهم ويسمعوا إن الله قد وعدكم في المكان الفلاني فاذهبوا إليه فيذهب الناس إلى هذا المكان كما قلنا سابقا ثم ينظرون ماذا يريد منا ربنا وإذا بالحق تبارك وتعالى ينظر إليهم ونراه جميعا كما نرى القمر ليلة البدر إنه يتجلى علينا بصفات الجمال وليس بصفات الجلال حينئذ لأنه لو تجلى علينا بصفات الجلال لأحرقنا جميعا ولا نسفنا جميعا أما إنه ظهر لنا بصفات الجمال وهي الرحمة بعباده المطيعين فلما نظر إلينا كفانا هذا وكان أكثر نعيم أهل الجنة النظر إلى وجه الله الكريم نسأل الله أن يبلغنا ذلك. إذن هناك صفات الجلال وهناك صفات الجمال. الجليل سبحانه وتعالى هو الذي تصف بهذه الصفات ولكن من الإمكان أن يتجلى بصفات الجلال ومن الإمكان أن يتجلى بصفات الجمال نعم. وفيه الاثنين إلا أن الجليل سبحانه وتعالى يختلف عن العظيم ويختلف عن الكبير فالجليل سبحانه وتعالى يختلف عن العظيم العظيم أصلا حينما تقول هذا عظيم فإن إدراكك للعظيم بحسب إدراكك أنت لما أدركته من أجزاء هذا العظيم بمعنى الفيل مثلا كبير صح ولا عظيم الحجم فنقول عظيم الحجم لكننا ندرك كل أطرافه أم لا يعني شايفينه كله ولا صحيح. لا مش كده ولا ايه نعم. طيب حينما نرى ونقول الأرض عظيمة الأرض عظيمة هل تستطيع أن ترى أطراف الأرض لا تستطيع مش كده ولا ايه إذن الإدراك يعني قد يكون الإنسان عظيما وأنت تدركه وقد يكون الإنسان عظيما وأنت لا تدركه يبقى العظمة ايه العظمة كبر في الحجم مش كده ولا ايه نعم. كبر في الحجم لا من الامكان ان تدركها ومن الامكان الا تدركها صحيح ولكن حينما تكون العظمة لله فانك لا تستطيع ان تدرك عظمة الله عز وجل فهل العظمة هي الجليل يعني بعض الناس يقول ان الجليل معناه العظيم والجليل معناه الكبير نقول لا هناك فرق بين الجليل وبين العظيم والكبير وبين الجليل وبين الكبير 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 من الإمكان أن يكون كبير سنا أو كبير حجما وفقط لكن تدركه تقول إنه كبير لكن تدركه ولكن العظيم قد لا تدركه فهذا فرق بين الكبير وبين العظيم ولذلك تقول فلان أكبر سنا من فلان ولا تقول فلان أعظم سنا من فلان صحيح تقولش كده نعم. ليه؟ لأنك أنت تحدد مع أنه كبير لكن أدركته والعظيم من الإمكان أن تدركه أو لا تدركه ومن إمكان ألا طب والجليل قال الجليل يكون في الذات وفي المعاني يكون كبيرا في الذات ويكون كبيرا في المعاني ولذلك نرى أن الله تبارك وتعالى فوق عرشه
فوق عرشه محيط بكونه، مثل الايه الحديث اللي احنا تكلمنا عليه سابقا. نعم. فلا يستطيع ان يدرك احد كنه الله عز وجل. ليه؟ قال لان عقلك محدود، فلا يستطيع ان يدرك المحدود اللا محدود سبحانه وتعالى. وعلى ذلك قال ربنا ذلك لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو السميع الإيه. إذن لابد أن نفهم أن الجليل كبر في الحجم لا تستطيع أن تتخيله، وكذلك في الإيه في المعنى، في الصفات وفي الإيه وفي الذات، وفي الذات في الصفات وفي الذات. حينما تنظر إلى نعوت الجلال في الله تبارك وتعالى وتريد أن تعرف الفرق بينها وبين الجلال الجليل، فمن الإمكان أن تنظر إلى الرجل مثلا ويجل في نظرك، ولكن في حقيقة أمره أنه ليس بجليل. جاء رجل إلى الإمام أبي حنيف، شاب كده عليه ملابس الوقار، وجلس في مجلس علم أبي حنيفة، ثم سكت فلم يسأل الأبا حنيفة عن شيء خالص نهائي. فالسكوت يعطي هيبة للإنسان مع هذا الوقار والسمت الحسن. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يريد لنا ذلك، قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ليه؟ لأن من كثر لغطه كثر غلطه. سبحان الله. نعم. من كثر كلامه كثر إيه؟ ومن كثر أيضا كلامه فقد عرض عقله على الناس. صحيح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عليه لا يريد للمؤمن أن يضحك عليه غيره. نعم. من كان يؤمن بالله فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا الشاب حينما كان صامتا في مجلس علم أبي حنيفة، فإيه تهيبه أبو حنيفة. فلما تهيبه وانتهى الدرس وذهب الناس، وأبو حنيفة كان يعني متعب برجله، لكن كان يعني لامم رجله كده شوية يعني تقديرا لهذا. نعم. فجاء هذا الشاب وسأل أبا حنيفة سؤال، فأصبح وتكلم أبو حنيفة بكلام أصبح مثالا لمثل هذا. فجاء هذا الشاب وقال له ما رأيك إذا كان الإنسان يصلي بين الأرض وبين السماء؟ فضحك أبو حنيفة. نعم. وقال أنا لأبي حنيفة أن يمد رجليه. نعم. ليه؟ يعني الهيبة التي كانت في نفسي لك أيها الرجل قد زالت بسؤالك أنت. الله. فمن الإمكان أن يكون الإنسان شكله كده جليل، يعني فيه صفات الهيبة وفيه صفات العز. نعم. ولكن حينما يعني تحتك به تراه طفلا في عقله، فتزول جلالته ويزول هيبته. نعم. ولذلك بعض كثير من الناس يجي يقول لك أنا كنت أحسبك غير كده. نعم. أو نحن بلهجتنا يمكن يقول لك والله طحت من عيني. نزلت من نظري. أي نعم. صحيح. نعم. طحت من عيني أو نزلت من نظري. ولكن حينما تنظر إلى الحق تبارك وتعالى فهو اسم على مسمى حقيقي. وده أول فرق بين اسم الجليل لله عز وجل واسم الجليل لمين؟ للإنسان إذا اتصف به. حتى إذا اتصف وكانت جلالة الإنسان اسما على مسمى، فإنها لا تكون في صفاته كلها، وإنما تكون في صفة من صفاته أو في صفتين أو في ثلاثة، لكن ليست في كل النواحي. فترى الرجل مثلا عالما، وتراه شجاعا، وتراه من الإمكان أن تراه بخيلا. شفت كيف؟ نعم. ومن الإمكان أن تراه خواف، يعني خائف. نعم. ومن الإمكان أن تراه غير ذلك. ولكن حينما ترى صفات الجلال لله عز وجل فترى صفات الجلال لله عز في كل صفة من صفاته. فهو إيه؟ جليل. فهو جليل. نعم. سبحانه. نعم. وده تاني إيه؟ تاني فرق هو الجليل. وكنت يعني قد وضحت لنا يمكن فرقين واضحين، وإن شاء الله تكمل شيخ جزاك الله خير. قلنا
أن الجليل سبحانه وتعالى نعم له شيئا، له معنى يعني. المعنى الأول جلالة الشأن والقدر وعظم الخطر، نعم يعني، ودي لها صفات الجلال، هي المنعوت بنعوت الجلال، العز والملك والقدرة والجبروت وغير ذلك. نعم. والأمر الثاني أنه أيضا جليل في حجمه، والله عز وجل كذلك، ولكن لا يستطيع الإنسان أن يدرك يدرك هذا، كما قال ربنا عز وجل تدركه الأبصار. نعم. الأمر الآخر كما قلنا أيضا أن الله يتجلى علينا بصفات الجلال، ويتجلى علينا بصفات الجمال. بصفات الجمال. نعم. فإذا تجلى علينا بصفات الجلال فإن الإنسان يشعر بقبض، لأنه يتجلى عليك بصفات القدرة، بصفات الجبروتية، تلاقيك انت خايف كما تجلى الله على الجبل فجعله دكة، ويتجلى الله علينا بصفات الجمال كما يتجلى على أهل الجنة إن شاء الله، يجعلنا ربنا منهم جميعا. آمين يا رب العالمين. برحمته. ونريد أن نفرق أيضا بعد ما قلنا فرقين بين جلال الله تبارك وتعالى وجلال الإنسان، أن جلال الإنسان ليس ذاتيا، وأن جلال الإنسان من الإمكان أن يكون شكله جليل ولكن تهابه الناس، ولكن في حقيقة الأمر فاضي ما في شيء. ولذلك أيضا قلنا أن الجليل لابد أن يكون جليل في الماضي، وجليل في الحاضر، وجليل في المستقبل، إلى أن إلى ما لا نهاية. ولا يتصف بهذه الصفات أحد إلا الله. ثم إذا حدث أن الجليل من البشر والجليل سبحانه وتعالى حدث بينهما، يعني أن الجليل من البشر ما أراد أن يسمع منهج الله في أرضه مثلا، وأراد أن هو يعني يمشي بمزاجه، فربنا تبارك وتعالى يقول في الدنيا، بيقول إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس إن في ذلك لآيات أو كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. هذا مثل يوضح جلال الله تبارك وتعالى وجلال البشر. جلال البشر قلنا أن صفة الجلال من الملك، من الملك والقدرة وغير ذلك. فالبشر عندهم قدرة، والبشر عندهم ملك، والبشر عندهم تصرفات، فيحسبون أنفسهم أنهم أجلاء بحق، فيعملوا يتحكمون في الأرض. ولذلك ربنا يقول شوف انظر إلى الله تبارك حينما يقول إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. يعني إيه قادرون عليها؟ بصفات الجلالة. نعم صحيح. كده ولا إيه؟ صحيح. صفات الجلالة أنهم قادرون عليها، لأنه لا يستطيع أحد أن يقدر إلا إذا كان جليلا في الله. مش كده ولا إيه؟ صحيح. وبعدين مش بس كده، ده هم عملوا هذا وبعدين قالوا أخذت الأرض زخرفها وأصبحوا إحنا إحنا الأجلاء في الله. طب وهم كذلك حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها ماذا فعل جلال الله وماذا فعل جلال البشر؟
الجلال البشر لم يستطع أن يصمد أمام جلال الله، نعم. وقدرة البشر لم تستطع أن تقف أمام قدرة الله. وإيه؟ ولذلك يقول أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. فأين جلالك أيها البشر من قدرتك وعزك وملكك؟ إذن الجلال الحقيقي هو أن تقدر وتحافظ على هذه القدرة، فلا يستطيع أحد أن يغلبك في هذه القدرة أو أن يسلبك هذه القدرة. نعم. يبقى ربنا تبارك وتعالى في جلاله إيه؟ في جلاله أنه قادر ولا يستطيع أحد أن إيه؟ أن يسلب الله جلال الله جلاله. لا شك. ولكن الله يسلب كل المخلوقين جلالتهم لأنه هو صاحب الجلالة الحقيقي، هو ربنا عز وجل. ده في الدنيا. نعم. لكن في الآخرة بقى اسمع. يقول الحق تبارك وتعالى في سورة يونس، يقول إيه؟ ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم. وقول فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. احنا نشدعوا فيكم. تبرأوا. الله، أين جلالكم؟ أنتم أصحاب الكلمة. يعني ما يأتي فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، ثم يأتي مثلا ربنا تبارك وتعالى ويقول له أين شركاؤكم الذين كنتم. نعم. الله ويقول له إيه؟ فرعون أنا بقول له ماليش دعوة، أنا ماليش دعوة ما كاشي. الله، إذن الجلال والقدرة التي كانت في الدنيا للإنسان الذي يتجبر في الأرض، أين هي في الآخرة حينما يقول الحق تبارك وتعالى مكانكم أنتم وشركاؤكم؟ وهذا يتنصل من هذا وهذا يتنصل من هذا، فيقول الجليل سبحانه فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. الله، يبقى جلال، الفرق بين جلال الله عز وجل وجلال البشر. نعم. في الدنيا وفين؟ وفي الآخرة. ولكن الجلال هذا أيضا على حسب القدرة. يعني مثلا العمدة غير مأمور المركز. نعم. معلش نضرب طيب لا بس يعني مثلا المدير أو رئيس القسم، رئيس القسم هيبته غير المدير العام، صحيح، والمدير العام غير رئيس المجلس الإدارة مثلا، رئيس. نعم. مجلس الإدارة، وده غير الوزير. نعم. مش كده ولا صحيح. إيه؟ فكل له إيه؟ فكل له هيبته على حسب قدرته وعلى حسب سلطانه. فهل يوجد أحد من البشر أو من الكائنات هيبته وجلالته كجلالة الله عز وجل؟ كلا، حاشا لله. ولذلك من أراد أن يدعي الجلالة بمعنى القدرة والعز ويجي يقول لك أنا هعمل مثلا زي إيه؟ زي استنساخ مثلا يعني. نعم. لا يستطيع أن يفعل ذلك في كل الوجوه، لأن ربنا تبارك وتعالى جعل هذا قدرة له وحده. ده بالعجب أنك تبصم البصمة بتاعت العين فما تجد أحدا يوافقك هذه البصمة مطلقا. نعم، سبحان الله. فكيف يكون الله؟ إذن لابد أن نفهم ونفرق أن هناك فرقا كبيرا بين جلال الله تبارك وتعالى وجلال الإيه؟ وجلال البشر. حتى إن تجلى البشر عليك برحمته، فهل تجل البشر برحمته كتجل الله عز وجل؟ انظر إلى سيدنا إبراهيم في سورة مريم. نعم. حينما وعظ أباه بأن لا يعبد الأصنام ثم قال وأعتزلكم وما تدعون من إيه وما تدعون وما تعبدون من دون الله أو ما تدعون من دونه وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا
جعلنا نبيا، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. شوف ربنا تبارك وتعالى حتى يتجلى بصفات الجلال، بس بإيه؟ مش الجلال بقى، صفات الجمال، على من أراد أن يتبع ويبلغ دينه سبحانه وتعالى. حتى سيدنا موسى عليه السلام، نعم، لما قال فأرسل معي يعني هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك إنك كنت بنا بصيرة، قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. قال ومن إيه؟ ومن الرحمة أن الله تبارك وتعالى جعل هارون مع موسى إلى فرعون يعضد موسى كما دعا موسى ربه بذلك. إذن هذه الصفات اللي هي صفات الجلال، منها وصفات الجمال، تختلف عن صفات العبد في جبروته وقدرته وأيضا رحمته ولطفه. فالحقيق الذي يعني يتسمى بصفات الجمال أو الجلال أو يتصف بها هو الله تبارك وتعالى. وخلاصة الفرق بين جلال الله وجلال العبد هو أن الرب رب والعبد عبد بكل صفات العبودية، ودي بكل صفات الربوبية والألوهية. وكما كما تقولها دائما شيخ جزاك الله خير، يعني دائما الرب رب والعبد عبد. نعم، يعني هذا قانون لابد أن أصل كل نعمة يا شيخ هلال، نعم، كل نعمة للإنسان عارية وليست ليس له سلطان عليها في الماضي، وليس له سلطان عليها في الحاضر، وليس له سلطان عليها في المستقبل. من يملك نفسه أن يكون قادرا في توه في لحظته يعني، ومن يملك نفسه أن يكون قادرا في مستقبله، ومن يعيد قوته في الماضي التي كان عليها؟ ألم تسمع قول الشاعر يقول ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل في المشيب؟ ألم تسمع بهذا؟ بلاش. نعم، ولذلك إيه؟ لا يستطيع. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يعيد أيام قوته، فلما يناطح الحق تبارك وتعالى في صفاته وأسمائه؟ فعليه أن يتأدب بآداب العبودية حتى ينعم الله عليه بالرضا والرحمة. نعم. طيب ناخذ أبو نور. أبو نور السلام عليكم. السلام عليكم أبو نور الإسلام. أبو نور المتصل السلام عليكم. السلام عليكم. وفي أبو لبدة. أبو لبدة حياك الله أبو لبدة. الله يحييكم. الله يسلمكم. الله خير وبارك الله فيكم. حياتنا لاستقبالكم المحبوب والفضيلة الدكتور سمير. حياك الله. الملايين. الله يبارك فيكم. حياك الله أبو لبدة. والبركة في عمره. حقيقة يعني طبعا يعني لا يليق ان احنا نتكلم في وجود الدكتور ابدا، ولكن يعني طرفة يعني من في هذا الموضوع يعني من الحاجات الجميلة كده. سؤال الشيخ سعراوي رحمة الله عليه، واحد سأله يعني قال له انا يعني رغم ان الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة وفي المسجد النبوي بألف بس، ولكن انا يعني ارتحت قوي في المسجد النبوي. فقال كلمة جميلة، قال له للمسجد الحرام جلال وللمسجد النبوي جمال، والنفس تهاب الجلال وتحب الجمال. يعني نعم سبحان الله. فأعطاه لكل حق حقه يعني. فقال المسجد الحرام جلال والمسجد نعم. النبوي جمال، والنفس تهاب الجلال وتحب الجمال. سبحان الله سبحان الله. كما بهذه المناسبة يعني لو تسمح لي يعني في ثانية واحدة بس يعني أنعي للأحبة المهتمين بشأن الدعوة كلهم الدكتور شكري عرفة أستاذ ورئيس قسم جلالة الأطفال كلية الطب قصر العيني. نعم. رجل يعني سبحان الله تبوأ من المناصب ما تبوأ ولم ينسيه ذلك، أن طاف العالم كله داعي إلى الله، فتوفى في هذا الصباح. نسأل الله سبحانه وتعالى له يعني الرحمة والغفران، وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. وجزاك يا أبو لبدة. تحياتنا للدكتور سمير إن شاء الله. بارك الله فيك يا أبو لبدة. ما أدري معنا أيضا اتصال. اتصال السلام عليكم. السلام عليكم الله وبركاته. حياك الله أبو نور. إن شاء الله أخي هلال. حياك الله. من معي أبو نور؟ أبو نور. حياك الله يا أبو نور، كيف أصبحت؟ الحمد لله. الله يسلمك. تفضل يا أبو نور. بس أبو نور جزاك الله خير تبند الراديو لأنه مسوي لنا صدى.
إن شاء الله. حاضر. الله يبارك فيك. بس لازم بس عليك يعني برحب بفضيلة الدكتور سمير مطر وبشكركم جميعا على هذا البرنامج الجميل، وبستغل وجود سيادة الدكتور سمير مطر وما أقدرش أقول أي شيء وهو موجود. نعم. إنما بوجه له سؤال يعني يفيدنا ويزيدنا من علمه إن شاء الله. تفضل يا بنو. وحضرتك يعني ما يكون على الإنسان عمله لتقدير أسماء الله الحسنى والحصول على أكبر قدر من رضا الله بتقديس أسماءه؟ وده سؤالي. طيب. وحضرتك يعني أتمنى من الله أنه هو يعني يوفقني في أن أنا أحصل على رقم الدكتور لسؤاله في أمر ما. طيب خير إن شاء الله يا أبو نور، وبارك الله فيك. يمكن هذا السؤال اللي دائما نحن نطرحه شيخ في نهاية مع نهاية كل اسم، الآداب أو العلاقة أو ما الذي يجب علينا فعله تجاه هذا الاسم. إن شاء الله راح نجيب يعني يا أخوي أبو نور في نهاية الحلقة، فتابعنا يا أبو نور. معنا أيضا ولاء عرفة. ولاء السلام عليكم. السلام عليكم. اتصال ولاء. السلام عليكم. طيب من معانا على الهواء؟ السلام عليكم. خليل. عليكم السلام. حياك الله يا خليل وصبحك الله بالنور. شو السالفة اليوم مع الاتصالات؟ طيب ان شاء الله تعاود اتصال فينا يا اخوي خليل، واسمح لنا واختي ايضا المتصلة، ما ادري منو معانا. محمد محمود. محمد السلام عليكم. محمد ما الظاهر ما يسمعون. محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا محمد. يا خلال ورحب بك وضيفك الكريم. حياكم الله. أقول لك أنك انتقيت الاختيار في هذه الصيفة المباركة، صيفة الجليل الله مستعان جل جلاله. نعم. وهذه الصيفة من الصفات التي خص الله سبحانه وتعالى بها نفسه. والناس تطلق صفة الجلال على البشر. نعم. والجلال إنما هو الله عز وجل سبحانه. لأن الجليل من يتجلى على عباده بآلائه ونعمه التي لا تحصى وآلائه التي لا تعد. والبشر مهما تجلوا تكون تهليتهم ناقصة وتجليتهم قصيرة. نعم. ولا يجوز، ولا أقولها بالإطلاق، إنما الجليل الله سبحانه وتعالى. نعم. ويمكن الشيخ جزاه الله خير أيضا أخوي محمد يعني بارك الله فيك وضح أيضا الفروقات العظيمة حقيقة بين جلال، أو عندما نطلق صفة الجلال على عبد، وعندما عندما تكون صفة من صفات الله عز وجل. فكما يقول الشيخ سمير جزاه الله خير أن في النهاية الرب رب والعبد عبد. فبارك الله فيك يا أخوي محمد وشاكر لك هذا التواصل. معنا أيضا اتصال هاتفي من عبد الكريم. عبد الكريم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخوي. حيا الله. حياك الله يا عبد الكريم. الله يكرمك. بارك الله فيك. تحياتنا للدكتور. الله يكرمك. حياك الله يكرمك يا دكتور. بشكل سريع ومختصر عشان أنا أول مرة أشارك في البرنامج، طبعا البرنامج غني عن التعريف. الله يبارك فيك. أنا عايز حاجة صغيرة. نعم. بشكل توضيحي الفرق بين الأسماء والصفات، واجب كل مسلم نحو الإيمان بالأسماء والصفات اللي هي تعتبر جزء من الإيمان يعني. نعم. فبشكل مختصر ومفيد يعني. طيب. جزاكم الله خير وربنا وجزاك ونقول لك حياك الله يا أخوي عبد الكريم، مشارك الله. دائما يعني. نعم. إن شاء الله تكون هاي المشاركة يتبعها إن شاء الله مشاركات مستمرة. صعبة جدا جدا لأن الحصول على تليفونكم. نعم. منتهى الصعوبة والله يا أخوي عبد الكريم، يعني ما شاء الله الإخوان حرصهم على المشاركة كبير، فيمكن يكون الضغط كبير على الهاتف، فاسمح لنا يا أخوي عبد الكريم، لكن إن شاء الله مثل ما سمعنا صوتك اليوم نسمعه في حلقات مقبلة بإذن الله تعالى. إذن يعني نواصل مع فضيلة الشيخ الدكتور سمير مطر ومعكم مستمعين الكرام حديثنا عن الجليل. وقبل هذا يعني رسالة من أم حميد الكعبي تقول: ولنا في النفوس الطيبات ودائع ود وذكرى وحسن طبائع، غفر الله لك ولوالديك وأهلك وذريتك وكل من يعز عليك، وبلغك الله ما تحب في طاعته وجعلك من المقبولين. اللهم آمين آمين يا أختي أم حميد. أيضا الكبيسي يقول: اللهم زين قلوب الأعزة بنور حبك واحفظهم وأسبغ عليهم نعمة إيمانك واعفو عنهم وارزقهم من فضلك. بارك الله فيك يا أخوي الكبيسي.
أيضا من مركز عاتك الصيفي يقولون اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره وبركته وهداه. ويعني بمناسبة محور وطني يهدي مركز عاتك الصيفي أطيب التحيات وكل الدعاء الصادق بأن يحفظ الله وطننا آمنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم آمين. يعني يمكن أيضا وصلنا إيميل على إيميل برنامج صباح @edimedia.ae من أخونا أبو أسماء، حياك الله يا أبو أسماء. يقول يعني في أبيات للإمام الشافعي: إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في ود يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده، ويظهر سرا كان بالأمس قد خفا. إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسفا، ففي الناس أبدال وفي الترك راحات وفي القلب صبر ولو جافا، فما كل من تهواه يهواك قلبه، وما كل من صافيته لك قد صافا. إذا لم يكن صافو الوداد طبيعة فلا خير في ود يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا. إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسفا. حياكم الله مستمعينا الكرام. ويمكن أحد إحدى الأخوات أو أحد الأخوة أرسل برسالة يقول يعني لو تعلنون عن موعد البرنامج وفي أي أيام يذاع ويبدأ أي ساعة وإذا في مجال إعادة الحلقة. طبعا البرنامج يومي من الأحد إلى الخميس، وتوقيته يبدأ من الساعة 6:30 صباح كل يوم إلى 9:00، وكل يوم عندنا يمكن موضوع، و يمكن بس أن كل ثلاثة نكون مع أسماء الله الحسنى خلال هالفترة في سلسلة إن شاء الله نكملها بإذن الله تعالى مع فضيلة الشيخ دكتور سمير مطر. فإن شاء الله تابعونا ونستفيد وإياكم من حلقات البرنامج. بالنسبة لإعادة حلقات البرنامج، حاليا ما في فرصة لإعادة الحلقات، إن شاء الله في المستقبل إذا حصل فرصة لإعادة الحلقات أو وضعها مثلا في موقع إلكتروني إن شاء الله. يعني دعواتكم بس أن يتم هذا الشيء بإذن الله. نعود لك شيخ سمير، لو نتحدث أيضا، هل هناك فرق بين أن نصف الله سبحانه وتعالى بالجليل أو حين نقول ذي الجلال والإكرام؟ يعني هل هناك فرق معين أم هو من ناحية بسم الله الرحمن الرحيم، من ناحية الوصف، لا بأس بأن تكون الله، أن تقول الله هو الجليل أو هو ذو الجلال والإكرام، إلا أنه لابد أن نفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام زيادة على لفظ الجليل، ويا ذا الجلال يا صاحب الجلال والإكرام، يعني كأن الله تبارك وتعالى يقول: ليس هناك صاحب للجلال، أي للتجلي بصفات الجبروتية أو حتى بصفات الجمالية إلا الله، وكذلك بالإكرام الحقيقي. لكن قرن الله تبارك وتعالى الإكرام بعد الجلال، لأن الإنسان حينما يدخل في حصن الجليل الذي لا جليل سواه، والذي لا يستطيع أحد أن يسلبه جلالته، والذي لا يستطيع أحد أن يساويه فيها،
والذي لا يستطيع أحد أن يكون يعني مثله. فإذا دخلت في حصن هذا الجليل فإنك تأخذ من هيبته ومن قوته ومن يعني مدده، كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: ما زال عبدي يتقرب إليه بالنوافل. فأنت دخلت في حصن الجليل، ولما تدخل في حصن الجليل ينعم الله عليك بالإكرام، فيكون الكرم من الجليل. ولذلك كرم الجليل أعز من أي كرم آخر. ليه؟ قال: لأن الجليل لم يتجلى عليك بصفات القدرة فتهلكك، وإنما أدخلك في حصنه فيحميك. فلما حماك الله تبارك وتعالى أعطاك بقى من إيه؟ من كرمه. فالمفروض أننا ندخل في حصن الجليل حتى نأخذ من كرمه سبحانه وتعالى. هنا لابد أن نتوقف وقفة. إيه هي الوقفة؟ قال: بعض الناس يشعر بقبض، وبعض الناس يشعر ببسط كما قلنا. وإذا فتشت في عنصر الناس، وإذا فتشت في مادة الناس، ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم على أن الناس معادن: خيرهم في الجاهلية، خيرهم في الإسلام إذا فقهوا. فمن الناس من هو كالذهب الإبريز، ومنهم كالزرنيخ والنحاس. فالناس مختلفون. صحيح. كذلك قلوب الناس مختلفة، منهم حتى في الأولياء، حتى في الصالحين، حتى في العارفين. ترى رجلا مثلا غالب وقته يبكي، وترى رجلا غالب وقته يبشر بشارة ما. ليه؟ إيه؟ قال: هذا ذكر صفات الجلال، وهذا في قلبه صفات الجمال. ولذلك تلاقي الأمور مختلفة. نعم، سبحان الله. حينما يأتي مثلا إنسان وترى أنه مقبوض دائما، اسأله، فلما تسأله يجيبك بأني أخاف الموت، أو أخاف يحدث كذا، أو أخاف يحدث كذا. ولذلك حينما تكلم العلماء بين القبض والبسط، فقالوا: القبض أفضل أم البسط أفضل؟ قالوا: إن القبض لا حظ للنفس فيه، فهو كله لله إن اتجه القلب إلى الله، أما البسط ففيه سرور وتفرح النفس بالسرور. لكن حتى تفهم طرائق الناس، وإذا كان هذا عبوسا، وإذا كان هذا فرحا، هل كل وقته عبوس؟ هل كل وقته فرحا؟ ما هو الضابط الذي يجعله فرحا، وما هو الضابط الذي يجعله عبوسا؟ إذن هذا أيضا فلسفة في فهم أحوال الناس. صحيح. كلمة الجليل سبحانه وتعالى تفهم الإيه. وعلى ذلك أنت أيضا والمخرج الأستاذ عبد الرحمن المرزوقي، نعم، هيجي بعد ما يسمع كده يروح يتفرس في الناس، هل هو متضايق؟ فيقول له: أنت يعني فيك صفات الجلال، صفات أو الجلال، تعلقت بصفات الله الجلال، عليك بصفات الجلال. نعم. لكن هناك فرق بين أن يكون حال ومقام، وهناك يعني ظرف من الظروف عكر دمه. لا، نقول إذا كانت هذه صفة بخيت بعض الوقت، يومين، ثلاثة، أربعة، خمسة، عشرة، ممكن هذه الصفة تمكس كثيرا من الوقت، سنة، اثنين، ثلاثة. حتى أن بعض الصحابة رضوان الله عليه، أو أن بعض التابعين، ما كان يضحك الضحك بتاعنا قط أبدا. ليه؟ قال: كيف أضحك وسيف الموت معلق على رقبتي. الله، يبقى دون أخذ طريق الإيه؟ صفات الجلال. وهناك بعض الناس يعني يبشر بالله، فهذا أخذ طريق صفات الإيه؟ الجمال. ولكن الإسلام وسط بين الاثنين. نعم. فترى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه من صفات الجلالة تتجلى عليه، وفيه من صفات الإيه؟ الجمال. النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين هذا وبين هذا، وتلك هي الوسطية. مثل سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر. سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا علي وسيدنا عثمان، والصحابة اللي هم الأكابر هم إيه؟ ليه؟ قال: لأن الإنسان لا يستطيع
يستطيع أن يعيش بالقبض بصفات الجلال فقط، ولا يستطيع أن يعيش بصفات الجمال فقط. فإذا عاش بصفات الجلال فقط حدث أنه ينعزل الناس ويتمنى الموت وينتصره، وإذا عاش في صفات الجمال فرط في طاعة الله عز وجل. ولكن كما قال ربنا عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ولذلك الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فيبكي، ثم يأتي إلى 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 امرأة مثلا أو إلى السيدة عائشة فيمازحها مزاحا حقا، وكان يضحك مع أصحابه ولكن لا تظهر نواجذه. وكان أيضا يعني حينما يعني يصوم كان يواصل، فتسأله الصحابة: نحن نريد أن نواصل مثلك يا رسول؟ قال: إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وكان إذا قام تورمت قدماه، فيأتي رهط من الناس يقول: أنا لا أتزوج النساء، لأنهم استقلوا طاعتهم بطاعة رسول الله. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: إن أنا يعني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن حينما نتكلم عن صفات القبض، صفات الجلال وصفات الجبال، فالمسلم لا بد أن يأخذ من هذا ويأخذ من هذا حتى يحقق الوسطية المطلوبة في الإسلام. وعلى ذلك نرى أيضا أن صفات الجلال وصفات الجمال هذه طريق للدعوة الإسلامية. فمن الدعاة من يأخذ صفات الجلال فيمشي فيها حتى إذا رأيته رأيت الموت. وكل شوي يقول لك: الموت انت هتتحاسب، انت الملكين هيقولك وهيمسكوا رقبتك ويذبحوها ويعملوا كذا ويعملوا كذا، ولا يتكلم عن ايه؟ عن صفات الجمال، الجمال والبشري. مش كده؟ ومن الناس من يقول لك: لا ده الاسلام حلو وجميل، ده الاسلام مش عارف كذا وكذا وكذا وكذا، ولا يتكلم عن الايه؟ عن هذه الاشياء. فهذا ينقص في دعوته وهذا ينقص في دعوته. ليه؟ لان ربنا الدعوه قال: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. مش كده؟ رهبا يدعونني، يدعون رغبا ورهبا. إذن الداعي لابد أن يقول للناس: ارهبوا وأبشروا. صحيح. ولذلك يقول: يا ذا الجلال والإكرام. من الإمكان لو قال: يا ذا الجلال بس انفطرت القلوب. طب والإكرام؟ أصل الإكرام مش هيجي بجلال، صح ولا؟ نعم. الجلال قهر، صفات جمال. شفت بقى؟ يبقى يا ذا الجلال والإكرام إيه؟ يا ذا الجلال صفات جلال قهرية، نعم، والإيه والإكرام صفات جمال، مش كده ولا إيه؟ نعم. فإن وسطية، فنحن لا نميل إلى هذا ولا نميل إلى هذا، وإنما نميل إلى فعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل إيه؟ سيدنا أبو بكر. نعم. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم إيه؟ أنتجوا، ولم يكن هناك عقد نفسية، سواء كان بالجلال اللي هو القاسم القبض، أو بالبشر الحرافية. يعني لا، نحن وسط، أمة وسط، ومن أراد أن يكون كذلك فليتبع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. حينما نفهم ذلك لابد أن احنا نعمل إيه بقى؟ لابد أن دي تفيدنا في مسألة الإيه؟ مسألة التربية. لما تيجي أنت وتدعو الله تبارك وتعالى وتقول: يا جليل ارحمني، ارحمني يا جليل ارحمني، لا. ليه؟ لأنه لو تجلى عليك بصفات الجلال هتبقى إيه؟ هتبقى مشكلة كبيرة. ولكن تقول: يا أكرم الأكرمين أكرمني، ويا أرحم الراحمين ارحمني. نعم. متى تقول يا جليل؟ تقول يا جليل إذا أردت أن تدعوها على عدوك مثلا. تقول: يا جليل، يا من ليس، يا من ليس هناك جليل سواه، خذ بحقي، انصرني عليه، انصرني على الله.
مثلا يعني. إذن هناك الاسم الجليل سبحانه وتعالى، ويا ذا الجلال والإكرام، من الجمال ومن الجلال لابد أن إيه؟ أن تفيدنا في مثل هذه. لا اللهم آمين. تسمح لنا شيخ سمير نستقبل هذا الاتصال من أخوي إسماعيل. إسماعيل السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا إسماعيل. يعطيك العافية وقتك يا أخي. الله يبارك فيك. حياك الله. الله يجزيك الخير على البرنامج الطيب. حياك الله يا إسماعيل. الله يسلمك. اسم الله الجلال. الجليل. بعض العلماء قال بأن هذا الاسم من اسم هو اسم الله الأعظم. الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي بها به أجاب. نعم. لذلك كانوا يجمعون، وبعضهم قال بأن اسم الله الأعظم هو الله، لفظ الجلالة في الله. نعم. وبعضهم قال بأن اسم الله الأعظم هو يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. بعضهم قال بأنه يا الحي القيوم. نعم. لذلك حرص بعض الصحابة على أن يدعو بها جميعا. فقد خرج بتجارة يوم من الأيام ومعه أموال، وفي الطريق خرج له لص. من هو أخو إسماعيل؟ أحد الصحابة يعني؟ أعتقد طيب. بأنه اسمه أبو مقنع أو أبو قانع، أتوقع هذا الاسم. طيب. أبو معلق. فخرج له لص. نعم. فقال له أعطني ما معك من المال. قال خذ المال واتركني. قال المال أصبح مالي، ولكن أقتلك لئلا تخبر عني. فأخذ به إلى حفرة مليئة بالجماجم. نعم. فقال له إن أبيت إلا قتلي فأذن لي بأن أصلي. فقال لك ذلك. فذهب هذا الصحابي وصلى، وفي السجود الأخير في آخر سجدة دعا بدعاء فقال فيه: يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا الله، أسألك بعزك الذي لا يضام، وبملكك الذي لا يرام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تكفيني شر هذا اللص. يا مغيث واغثني، يا مغيث واغثني، يا مغيث واغثني. وإذا برجل يلبس البياض وهو على فرسه، ومعه حربة قد سلطها باتجاه اللص، وما إن التفت إليه اللص حتى ألقاه بهذه الحربة فقتله. نعم. وقال لهذا الصحابي: قم أنت. فقال له الصحابي: من أنت؟ قال: أنا ملك من السماء الرابعة، لما دعوت بدعوتك الأولى سمعت لأهل السماء ضجة، وقالوا: يا رب، عبدك مظلوم. ولما دعوت بدعوتك الثانية سمعت لأبواب السماء قرقعة، ولما دعوت بدعوتك الثالثة قلت: يا رب، ائذن لي بأن أنصره. فقال الله تعالى: لك ذلك، وجئتك لأنصرك. نعم. فيقول الحسن البصري رضي الله عنه: من دعا بهذا الدعاء فرج الله عنه مكروبا كان أو غير مكروب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير يا إسماعيل، بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. نواصل مع اتصالاتكم مستمعين الكرام، ومعنا هذا الاتصال الهاتفي من حمدان. حمدان السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله يا حمدان. كيف حالك أخوي هلال؟ الله يعافيك. حياك الله. الله يعافيك. يا الله يعافيك على هالبرنامج، ومشكور حياك الله الشيخ سمير. يعني الله يكرمك صراحة، يعني يخلينا يعني نجتهد في ذكر الله أكثر. يعني جزاه الله خير. أتمنى، أنا كان قبل شوي كان أخ كان يتكلم موضوع جميل جدا، بس أتمنى أن أنا ما عندي اليوم محادثة. نعم. إلا إذا كان شيخ سمير عنده وقت، يعني يا ليت لو تخبرون عن المعنى، شو يسمونه، إنك إذا ما دعوتني ورجوتني يا ريت لو تخبروني استفسارة يعني. طيب طيب، خير إن شاء الله. خير يا حمدان، جزاك الله خير. يمكن أنا قصرت، يمكن قبل سألت أنت نفس السؤال فيمكن نسيته، ولكن إن شاء الله يعني بعد نأجله يا حمدان إن شاء الله إلى حلقة أخرى، إلا إذا يعني حب الشيخ أن يجيب الآن. تمام. بارك الله فيك. طيب جزاك الله خير. الله يكرمك يا حمدان، بارك الله فيك. عبد الجليل أيضا، ونستقبل اتصال. عبد الجليل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا عبد الجليل. أوه. وصبحك الله بالنور. الله يخليك. حياك الله. شكرا على البرنامج الطيب ده. شكر لله. حياك الله يخليك. بس نبغى نسأل الشيخ سؤال لو سمحت. نعم تفضل. عن الجليل، يعني اسم الجليل هل هو يعني جائز؟ أنا بينادوني جليل،
هل هذا شيء يعني حرام ولا حلال ولا مكروه؟ طيب وانت عبد الجليل؟ وانا عبد الجليل بس بينادوني جليل. يدلعونك يعني عبد الجليل. طيب خير خير ان شاء الله يا عبد الجليل. الله يخليك. حياك الله بارك الله فيك. طيب نعود شيخ لسؤال حمدان، يعني انك ما دعوتني ورجوتني، هذا الدعاء شيخ يعني يسأل عن تفسيره يمكن. هو غفرت لك يعني ما ولا أبالي. أيوة هي دي الغفران. يعني الدعاء عشان ما نخرجش عن الاسم بس، لأن يعني حمدان زال خير طبعا الأخ، إنك ما دعوتني ورجوتني. نعم. هذا كما قال أخونا وذكرنا بالحديث الذي يعني تكلمنا فيه سابقا. نعم. ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء عن أبي معلق الصحابي أنه كان تاجرا وكان يمشي ومعه فقابله لص وقال هاتي مالك وما أريد إلا دمك، فقال له خذ مالي وما بالك بدمي، قال لا أريد دمك. فطبعا القصة مشهورة كما قالها الأخ، وقال يعني إذا عزمت على قتلي فيعني اتركني أصلي 4 ركعات. نعم. فقال صلي ما بدا لك. طبعا هذا الحديث صحيح. نعم. لكن شوف حينما نلقي الميكروسكوب الشرعي عليه فإن فيه من الإمكان أن يحتاج إلى حلقة كبيرة نفصل فيها موقف هذا الصحابي في اعتقاده بالله تبارك وتعالى وموقف اللص الذي لا يؤمن إلا بالحسيات. نعم. لذلك نعم. هذا يمكن شيخ طيب تفضل شيخ. لكن هذا الرجل اللي هو الصحابي رضوان الله عليهم. نعم. لما قال له اتركني أصلي 4 ركعات فصلى 4 ركعات ثم دعا بدعاء اللي هو يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، يا مغيث أغيثني يا مغيث أغيثني يا مغيث أغيثني. هذه الدعوات قيلت في صحراء وحيث لا يعني تليفون ولا انترنت ولا غير ولا غير. نعم. ولكن الله تبارك وتعالى استقبل هذا حتى بعدما سلم هذا الصحابي من 4 ركعات وجد لصا قد وضع رمحه في صدر رجلا فارسا وضع رمحه في صدر هذا اللص، فقام الرجل فقال لهذا الرجل اللي هو أبو معلق قال للفارس من أنت الذي أنقذني الله بك؟ فقال أنا ملك من السماء الرابعة، لما دعوت بدعائك الأول سمع لأهل السماء ضجة، ولما دعوت بدعاء الثاني سمع لأهل السماء قعقعة، ولما دعوت بدعائك الثالث نادى مناد في السماء مكروب فمن يفك كربة، فاستأذنت ربي أن أفك كربك فأذن لي. فقال الحسن البصري من صلى 4 ركعات ودعا بهذا الدعاء استجاب الله له مكروبا أو غير مكروب. ليه؟ لأن هذا الدعاء يتخلله اسم الله تبارك وتعالى، ولذلك ربنا تبارك وتعالى يقول في الحديث إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك. ولذلك الله يريد من العبد أن يرفع أكف الضراعة إليه وأن يتوجه بقلبه إليه. وعلى ذلك تعالى اسم الجليل سبحانه يتجلى على هذا الأمر ويعامل اللص بما أراد أن يعامل به الصحابي الجليل حتى نربطها بالحلقة بتاعتنا. جميل مش كده؟ نعم. طيب اللص يريد أن يقتل هذا الصحابي ويأخذ ماله. نعم. مش كده؟ وبل إيه يريد أن هو يستبيح دمه، والله ليه بصفات الجبروتية اللي عند اللص، والله تبارك وتعالى علم أن هذا الرجل تربى في مدرسة رسول الله وعلم أنه إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة ينادي من هو إيه الجليل الحق الذي يتجلى بإيه بصفاته التي لا يستطيع أن يقف أحد أمامها. نعم. ولذلك لما دعا قال يا ودود يا ودود يا ودود. ليه يا ودود؟ قال كأنه يسأل ربه
أنك يا ودود يعني اذكر الود الذي بيني وبينك في أيام سلمي. يعني كان إيه؟ كان هذا في أيام الأمن وأيام السلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يدعو الله أيضا، فكأنه قال يا ودود يا ودود يا ودود، كأنه بيقول له إيه؟ أذكر ودي حينما كنت آمنا في سربي، واذكر ودي حينما كنت كنت سالما في بيتي، واذكر ودي حينما كنت قويا ومع سلمي ومع أمني ومع قوتي ومع صحتي، كنت أرفع أكف الضراعة إليك، والآن في تعبي أرفع إليك، فإذا استجبت لي الآن فأنت تذكر ودي يا ربي معك. ولذلك يقول يا ودود يا ودود، يعني إيه؟ يعني أذكر ودي الذي بيني وبينك يا الله، مش كده؟ نعم. ولما تذكر ودي رح قال له إيه؟ يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد، كان عرشك يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. يا فلسفة الدعاء عند هذا الرجل بما شعره من إحساس، اذكر ودي يا رب، وأنت ذي الجلال وأنت ذي الإكرام وأنت ذي الملك والملكوت وأنت العزيز وأنت 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 وأنت، فلما قال ذلك اهتزت السماوات، ولذلك سمع لأهل السماء ضجة. ليه؟ واحد ينادي ربه بإيه؟ بصفات الجلال. ولذلك أنزل الله عز وجل من يذيق اللص ما كان سيفعله بإيه؟ بهذا. مش يذيق اللص إن هو ياخد سلاحه ويقول له لا أتوب إلى الله، ولا لا لا لا، هو يريد أن يقتل هذا. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يريد منا أن نضرع في سلمنا وفي تعبنا في صحتنا وفي مرضنا إلى الله. فإذا كان ذلك ديدنك فاعلم أن الله يغفر لك الذنوب لا محالة. من أجل ذلك نريد أن نفهم أن الدعاء بصفات الجلالية أيضا تنجيك إذا كان هناك من يريد أن يعتدي عليك. انظر سيدنا نوح في سورة هود، صفات الجلالية بتاعت القدرة بتاعت ربنا عز وجل والملك والعز والتصريف، لما يجي يقول لي إيه؟ يقول لسيدنا نوح واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، مش كده ولا إيه؟ ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. شوف القضيتين اهو، شوف القضيتين. طيب وبعدين قال فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، حتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. شوف الكلمة دي عجيبة قوي. ليه؟ قال لأن حتى لو أخذ احمل فيها من كل زوجين وإيه إلا من سبق عليه القول، لو ما فيش الاستثناء ده كنا ممكن نقول إيه؟ الله تبارك وتعالى حينما أمر السماء أن تمطر وأمر الأرض أن تتفجر وأمر كل شيء يأتي بالماء، فلو كان فئة واحدة مع نوح نقول إن القدرة نجد بس دوا الفريق اللي مع نوح ولم تستطع أن تغرق الإيه؟ الآخرين، مش كده ولا إيه؟ نعم. ولكن الله أراد أن يغرق بعض الناس، مش كده ولا إيه؟ وأن ينجي بعض الناس. فما الذي أغرق هذا وما الذي أنجى هذا؟ يحسب الناس أن الطوفان هو الذي أغرق ابن نوح والكفار،
وأن السفينة هي التي نجت نوح والمؤمنين، ولكن الله عز وجل الجليل هو الذي أغرق هؤلاء بقوله كن، وأي ونجى هؤلاء أيضا بقوله كن. وإلا فما بال الماء تنزل من السماء فلا تغرق السفينة. سبحان الله. نعم مش كده ولا إيه؟ صحيح صحيح. الله وهو الله. ولذلك انظر إلى قول الحق تبارك وتعالى، شوف: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، ها، وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح، شوف موج كالجبال، ونادى نوح ابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الايه مع الكافرين، قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء. يا ابن الحلال، اذا كان الموج كالجبال فما هو الجبل الذي سيعصمك اذا كان الموج كالجبال؟ مش كده ولا إيه؟ نعم. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم، هيدا بقى الحياة، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. بس مش الإيه، مش السفينة، إلا من رحم. خلاص. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء واستوت على الجودي وقضي الأمر، واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. مش كده ولا إيه؟ نعم. الله، معنى ذلك أن السماء تمطر وأن الأرض تتفجر بأمواج كالجبال، وابن نوح يغرق والكافرين، والفئة المؤمنة إيه؟ من الذي يفعل ذلك غير الجليل سبحانه؟ سبحانه. مش كده ولا إيه؟ صحيح. الجليل يعمل إيه؟ الجليل ده ملكه، يعمل بقدرته يمشي السفينة فلا تغرقها الماء. ده بيقول إيه؟ كالجبال. نعم. وبعدين يعني أمطار كأفواه القرب، يعني تنزل على السفينة إن لم تغرق من ماء السماء من الإمكان أن تتلاطم الأمواج عليها وتنتهي. نعم. إن لم تغرق بالأمواج تتلاطم أيضا بالماء يملأها تسخل فيحصل لها الغرق. مش كده ولا إيه؟ ولكن الله جعل الضدين مع هذا الطوفان كله، منهم من يغرق ومنهم من ينجي إلا من رحم. إلا من رحم. نعم. إذن صفات الجلال حينما تكون مع الإنسان في قوله يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال أنا خايف منك، مش كده؟ نعم. والإكرام طمع فيك، يبقى هو. ولذلك النبي احنا قلنا صلى الله عليه قل وسلم قال ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. ليه؟ قال حتى يتذكر المؤمن بقلبه الجلال فيدخل فيه ويخاف، ويتذكر الإكرام فيطمع فيما عند الله عز وجل، فيكون هناك وسطية بين الجلال وبين الجبال. من أجل ذلك أراد الله تبارك وتعالى أن ينقي قلوب المسلمين أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل جلال غير جلال الله، ومن كل جمال غير جمال الله، لأن الجمال مصدره الله، ولأن الجلال أيضا مصدره الله، ولذلك لابد أن ندخل في حصن الله الجليل حتى نكرم بصفات الجلال وصفات الجبال سبحانه وتعالى. وعلى ذلك فاسم الجليل، اسم الجليل منهج لمعرفة المقبوضين والمبسوطين، وكذلك معرفة بعض حركات الناس في الكون. نعم. بارك الله فيك شيخ سمير، يعني انتهى وقت البرنامج، نسأل الله تعالى أن نكون وإياكم مستمعين الكرام قد استفدنا مما سمعناه في هذه الحلقة مع اسم الله الجليل. وحقيقة يعني لا يسعنا في النهاية إلا نشكر فضيلة الشيخ الدكتور سمير مطر من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية الأوقاف. بارك الله فيك شيخ ونفع بعلمك.